مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. 23 سبتمبر اليوم الوطني السعودي، ذكرى التوحيد المجيدة لشعب أثبت التاريخ وأكدت الأحداث عمق تلاحمه مع الشعب المصري، حتى أصبح من الممكن أن نقول إنهما شعب واحد في بلدين بقيادتين تدركان عمق هذا التلاحم وتبصران عمق المصير. بهذه المناسبة أقدم أجمل التهاني للقيادة السعودية والشعب السعودي الشقيق ومشاهدينا الكرام عن هذا اليوم وعن هذه العلاقة الخاصة بين البلدين. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه التغطية الدكتور مصطفى ألفي، المفكر السياسي الكبير ومدير مكتبة الإسكندرية. دكتور مصطفى أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. والنهاردة بنتكلم عن اليوم الوطني السعودي، كل عام وكل أهل المملكة شعبا وقيادة بخير. في اليوم ده حضرتك تحب تقول ايه في المناسبه دي بصفتك مواطن مصري؟ يعني لا يجاد، هم دائما يقفون الى جانب مصر والى جانب حكام مصر. اكيد اكيد. وبرضه من النوادر المشهوره، ما اعرفش الناس كلها عارفاها ولا لا، احنا عندنا دائما اي حاكم يجي مصر يستهل حكمه بزياره المملكه. اولا تبركا بالاماكن المقدسه. قالوا نعم، ده محمد نجيب اللي جه، اللي هو محمد نجيب رئيس مجلس قياده الثوره والضباط الاحرار. قال لهم لا، في وراهم